بكم طلبتنا الاعزاء ونتواصل وياكم وحلقه جديده من الفصل الاول علم الثرموداينامك الكيمياء الحراريه للسادس العلمي بفرعيه الاحيائي والتطبيقي ماده الكيمياء فاهلا وسهلا بكم. طلبتنا نتواصل وياكم واليوم موضوع الدرس هو المسعر. نبدي بدايه خلينا نقول عندنا سؤال يقول ما هو المسعر؟ وما هي محتوياته وبماذا يستخدم أنواع الدرس المسعر لكن من اللاحظ انه مكتوب عندي هنا قياس انثالي بالتفاعل اذا كيف يمكن قياس كميه الحراره عندنا جهاز يستخدم لقياس كميه الحراره يدعى المسعر اذا يستخدم عندي هنا يستخدم لقياس كمية يستخدم لقياس حرارة التفاعل أو انثاله بالتفاعل زين عندي آلي ممتصة أو متحررة يعني باعث أو التفاعل يكون ماس للحرارة في تفاعل كيميائي باعو عندي الشرط بثبوت الضغط شو يسمى الجهاز يسمى المسعر فمن أجي أعرف المسعر لحقوله هو جهاز يستخدم لقياس الحرارة أو حرارة التفاعل سواء كانت ممتصة أو منبعثة أو متحررة شوكت من تفاعل كيميائي بثبوت الضغط. زين ما هي محتويات المسعر؟ أو ما هو المسعر؟ لاحظ انتبهوا أعزائنا الطلبة هو هذا الشكل الجديد للمسعر، إذا كان كتابك قديم فانتبه. إذا توضع كميات معروفة من المواد المتفاعلة، وين إناء التفاعل هنا؟ هذا إناء التفاعل باعة. هنا المواد المتفاعلة وين حخلي هاي الآن شريد من تتفاعل المواد مع بعضها البعض حتطيني حرارة أو تمتص حرارة أريد أقيس كمية الحرارة الممتصة أو المنبعثة خليت هنا المواد المتفاعلة نجي هنا ويتكون المسعر من وعاء للتفاعل هذا وعاء التفاعل زين هذا العفو وعاء التفاعل هذا 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 وعاء التفاعل هذا الوعاء بيش مغمور فيه كمية معينة من الماء ذات كتلة معلومة هذا هياته هياته وعاء خارجي معزول يسموه نظام معزول يحتوي باعه على ماء كتلة معلومة من الماء أحتاج الكتلة بالرياضيات بالحساب بحساب الحرارة لذلك كتلة الماء يجب أن تكون معلومة إذا عندي إناء خارجي معزول يحتوي بداخله على كميه من المي ذات كتله معروفه ومعزول عزل جيدا عن المحيط الخارجي. نجي نلاحظ انه يوجد بداخله اناء اخر يحتوي على اناء التفاعل. هذا الاناء الثاني هذا مغلق وعاء داخلي مغلق، ما معنى المغلق؟ انه كميه الماده تبقى ثابته لكن الحراره اشبيها ممكن ان تتسرب، هذا مثل ما اخذناه بالتفاعل النظام المغلق. زين، عندي محرار، شو اسوي بالمحرار طلبتنا الاعزاء؟ شو اسوي بالمحرار؟ اقيس التغير بدرجه الحراره. شو اقيس؟ أغ... من هو راح تتغير درجه حرارته؟ اريد اعرف، المي الموجود داير مداير وعاء التفاعل. هذا لانه راح تتسرب الحراره. اذا كان باعث للحراره حتتسرب من الوعاء المغلق الى المي زين أن انا عندي كتله مي وعندي التغير بدرجه الحراره وعندي من الجداول اقدر اخذ زيتها للمي اذا اقدر اقيس كميه الحراره المتسربه من التفاعل الى المي اللي هي نفسها حراره التفاعل مع ملاحظه بسيطه هنا لسهولة الحل ايش قايل اللي قايل لي علما انه السعه الحراريه للمسعر هي مهمله فلذلك بسيط جدا هذا محرك نحرك التفاعل هياته بالاسفل حتى يوزع لي درجه الحراره والماده اذا اريد احرقها هنا ليش كاتبين لتوليد شراره الاشتعال لانه دائما يأخذ لي الاسئله والامثله والتمارين لماده تحترق وعمليات الاحتراق هي يعني عمليات معظمها باعثه للحراره فلذلك الاسئله كانت على نطاق معين لكنه طبعا هو المسعر واسع الاستعبالات اذا هذا هو نظام المسعر زين من اريد اني اقيس كميه الحراره اقيسها لعدد مولات معينه من الماده المحترقه لمولات معينه حتعطيني كميه حراره زين تحت ضغط ثابت اقول له زين هاي الحراره لهاي الكميه المعينه من المولات اذا اريدها لمول واحد حيشوف شلون حنحسبها ويانا حناخذ طلبتنا سؤال بس ما راح ناخذ سؤال الكتاب راح ناخذ منه التمرين، ننتبه على التمرين ومعطيات التمرين. شوفه يتكبر. إي. إذا تم حرق ايش راح أحرق؟ 3 جرام من مركب الهيدرازين. الهيدرازين هو طبعاً هو عبارة عن وقود يستخدم للصواريخ. إذا أريد أحرقه، بس ايش قد راح أحرق؟ أعزائنا الطلبة، بس انتبهوا، هلا أكتب المعطيات. كتلة الماده المحترقه هي شقد عندي 3 جرام اريد هاي ال 3 جرام منطيني وياها الكتله الموليه مال هيدرازين اللي هي N2H4 ايش منطيني ا 32 جرام على مول انا ايش قلت اني اريدها هذه الماده اقيسها بالمولات اريد اعرف عدد المولات هاي الموجوده داخل هذا الاناء اش قد يعطيني لكن هاي جرام وكتله موليه اذا اقدر اقول ان للماده المتفاعله تساوي ان الكتله على من الكتله الموليه اللي هي 3 على 32 بهذا الشكل نرجع 3 على 32 هذا القسم يطلع 0.094 ايش عندي مول هاي عدد مولات الماده المحترقه انا ما اقيسها بالجرامات اريدها بالمولات حتى اطلع كميه الحراره بالمول زين نشوف في مسعر يعني هذا السؤال تم حرق الهيدرازين داخل المسعر خليته وين بداخل المسعر زين انا المسعر شكو بي بمي اذا اللي كميه الحراره للمي شو بتطيني للمي انتبهوا معطيات منطيني كتله المي ومنطيني الحراره النوعيه للمي ومنطيني الحراره الابتدائيه والحراره النهائيه اذا من اجي على معطيات السؤال اقول له راح اول مره كتله لكن الماء انتبه ايش قد هنا أنا كتله الماء عندي 1000 جرام 1000 جرام منطيني زيت على الماء حراره نوعيه 4.2 جول لكل جرام سلزي منطيني تي اي ايش قد منطيني تي اي هنا منطيني اياها 4 2 24.6 سلزي تي فاينل منطيني اياها 28 بس اشوفها اثنين سلزي زين من انتبه انه انا منطيني هاي المعطيات اذا معنى هذه كيو يعني معنى هذه الحراره التي امتصها المي من من نتيجه انبعاثها من الماده المحترقه اذا راح اقول لك كيو ايش راح تساوي انتبه هنا راح اطلعها بالجول انتبه ايش راح تساوي لنا المن للمي اللي هي نفسها مال من مال الماده المحترقه زيتا في دلتا تي وتساوي ألف جرام في زيتا أربعة اثنين في دلتا تي نجي نطلع دلتا تي تساوي تي فاينل ناقصا تي اي وتساوي عندي ثمانية وعشرين اثنين ناقصا أربعة وعشرين ستة ويطلع لنا ثلاثة سلزي بس انتبه عزيزي الطالب مرة من اذا جاك السؤال هو تغيرت الحراره درجه الحراره بمقدار 3.6 يعني الطاقه دلتا تي جاهزه زين هاي 3 منو عندي 0.6 منو بقى بس اشيل الفوارز واضرب نجي هنا هذا الصفر اضربها 36 وهاي ال 42 نجي هنا 12 24 25 صفر 6 ب 12 2 1 باليد 1 عندي هنا 5 1 اذا واحد خمسة واحد اثنين هذه بيش بالجول هذه عندي طلعتها بيش بالجول خلصت منها عندها زين انا متفقت وياكم انه هي حراره منبعثه اذا شحتاج احتاج؟ احتاج الاشاره السالبه هذه الكيو اشارتها شنو؟ سالبه زين نجي هنا على موجود ما موجود زين موجود كميه الحراره حقرا لكم اياها 15120 جول زين نجي الان اني اريدها لمول واحد من اقيسها لمول واحد شو اقول له؟ من تكون كيو تحت ضغط ثابت تساوي دلتا HR نوت نوتيتها السالب موجوده لانه كميه حراره منبعثه، اريدها لمول واحد اذا اقسم الكيو على عدد المولات، يا مولات الماده المتفاعله حتى اطلعها لمول واكو ناس يسووها تناسب يعني اذا لمول واذا بهذا الشكل لا هاي طريقه كلش بسيطه راح تجي عندي هنا سالب واحد خمسه ايش عندي؟ واحد اثنين صفر، ايش قد عدد المولات؟ او بوينت أو عندي تسعة اربعة بهذا الشكل اريد اعلمك طريقة رياضيات بسيطة ممكن تتلخص بها زين انا عادة بالجول انا شريتها اريتها بالكيلو جول يعني لازم شو اسوي لها اقسمها على شقد اقسمها على الف حتى بيش تطلع تطلع لي مباشرة بيش بالكيلو جول فاذا راح تساوي لي هنا واحد ستة اعتقد واحد الناتج عندي هياته صفر صفر بعد اكو صفر إيه يعني حتى لو اكتب الرقم اوكي هسه خلينا نطلعه واحد ستة صفر بوينت لا ماكو بوينت ماكو بوينت لحظة بعد ما مقسمين عندي صفر ثمانية خمسة خلي واحد هاي بيش هاي بالجول زين اني دائما السؤال يحاول يقول لي بوحده الكيلو جول اذا اريد بيش اريد دلتا اتش ار لكنها بيش هالمره اريدها بالكيلو جول يعني لازم شو اسوي الجول اضر اقسمه على ايش قد على الف هنا انا ماكو بوينت سوري هنا انا بلا بوينت بس امسح البوينت كتبت مرتين لا صفر هيك بهذا الشكل اكو بعد رقم كان هنا اعتقد ثمانيه بهذا الشكل زين من اقسم هذا الرقم على الف سالب واحد سته صفر ثمانيه خمسه واحد على الف ضاعوا هنا الناتج انقربه شو مسوي؟ طبعا ثلاث مراتب مؤخرها نسويها ستة واحد ستة والإشارة سالبة انقرب ثمانية خمسة واحد إلى واحد ومنطيها هنا كيلو او ممكن اتقرب كيلو جول لكل مول ليش لان لي اخذتها لمول واحد انتبه طالبنا هسه انا طلعتها لمول واحد مره ممكن يقول لي لمولين ويمكن يقول لي لمول ونصف خصوصا لمول ونصف اكثر الطلبه لاحظتهم انه ما يعرفون شلون يسوها مول ونصف لمولين زين هي خاصيه شامله تعتمد على كميه الماده اذا اريدها لمولين زين هاي كانت لمولين واحد زين اذا لمولين اقول له سالب واحد ستة في واحد في اثنين وتطلع بالكيلو جول اثنين عندي هنا أنا 12 ثلاثة والاشارة سالبة تطلع لمولين زين اذا إيه لا لمول ونص طلبتنا ضربوها واحد بوينت خمسة تضربها في واحد بوينت خمسة هذا هو لمولين ونصف هذا هو السؤال بسيط جداً انا دائما اقول لهم اذا لقيتوا بالمسعر مي فاستخدم قانون كيو يساوي إن ام في اس في دلتا تي وبالتالي مره ثانيه اطلع عدد المولات لمول واحد. راح ناخذ مثال اخر او سؤال من اسئله الفصل. زين نجي هنا اريد دقيقه بس خلينا نرجع اسئله الفصل سؤال 17 من اسئله الفصل بس خلينا نطلع الاسئله خلينا نشوف سوا حياته سؤال 17 حياتي هذا وياي هذا سؤال 17 بس خل امسح اللوحه حتى احضر السؤال ما زين عندي الآن سؤال 17 أيضاً حول أسئلة منو؟ أسئلة المسعر نلاحظ بالبداية تم حرق عينة كتلتها إذا عندي من 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 حامض الخليك إيش كتلة حامض الخليك عندي 1.5 حكتب المعطيات كتلة حامض الخليك 1.5 جرام كتلة المولية من رأسا من طينيها 60 جرام على منو على مول زين لاحظ هنا احنا ايش قلنا؟ قلنا ما نريد بالمسعر، خلي تأكد هو سؤال مسعر، تعالوا وياي. كتلته المولية بوجود وفرة من الأكسجين بمسعر، يعني هياته، عندي مسعر. إذا بالمسعر ما أحتاج جرامات ومولات، ما أحتاج جرامات وكتلة مولية، شو أحتاج؟ عدد مولات المادة المتفاعلة. إذا إن ايش راح تساوي لي؟ الكتلة على من؟ الكتلة المولية بخلص من هاي رأساً. 1.5 على 60. او. بوينت او 25 حتقولي سترة انت تطلعيها بس احنا نعاني مول هذه شيل الفارزه نزل صفر تبقى 15 على 600 انتبه هاي بها واحد هاي بها 40 اذا بقت واحد على 40 اللي هي او. بوينت او 25 لاحظت انه اني شلون استخرجت الرقم زين عندي معطيات الباقي السؤال وين حرقت العينة في مسعر زين المسعر شكو بي بمي عندي كتلة المي هياتها هاي كتلة المي 750 جرام حرارة نوعية منطينيها اياها وعندي تي اي وتي فاينل اذا راح استخدم كيو نكتب معطيات السؤال ونشوف سوى اذا للماء بعد ما خلصت نجي هنا للماء، شو بتطيني للماء؟ كتلة المي عندي هنا 750 جرام، حرارة نوعية هم أكثر الطلبة أصلاً حفظوها لأن يستعملون المسعر هواية، عندي هنا جول لكل جرام في سلزي، تي آي 24 سلزي، وتي فاينل 28 سلزي، أحتاج هذا إذا كيو، لازم أحتاج دلتا تي شو ساوينا لنا؟ تي فاينال ناقصا تي اي. ثمانية أو عشرين ناقصا أربعة أو عشرين أربعة سلزي وهاي ميري أخذتها. يا إذا كيو بجول. انتبه هسا عندنا بجول. شو نسوي زيتا في ام في دلتا تي أربعة. بوينت اثنين في 750 في عندي 4 اصلا انا اقول لهم الطلبه 4 في 750 حتى لو تحسبها بالنقد تطلع 3000 يعني كلش بسيطه يعني هذا في هذا كلش بسيط راح يبقى لك 4.2 في 3000 شيل الفارزه ويا صفر ش يبقى لك صفرين 3 6 12 شنو جول زين سؤال احنا مو قلنا هذا احتراق هياته تم حرق معظم عمليات الاحتراق باعثه للحراره اذا من هسه راح اخلي الاشاره شنو الاشاره؟ الاشاره, الاشارة سالبه زين هسه اني هاي كميه الحراره قد ل او بوينت او 25 مول لكن انا اريدها المن لمول واحد واريدها بالكيلو جول اذا دلتا اتش ار اللي هي نفسها كيو تحت ضغط شو يساوي لنا؟ كيو على ان وتساوي ناخذ الارقام ايش قد طلعناها سالب واحد اثنين سته صفرين على ايش على الان اللي هي او بوينت او ايش خمسه وعشرين راح تطلع لنا خمسه صفر اربعه طبعا سالب بس بعد عندي ثلاث فصفارة. هذه مثل ما قلنا جول على مول بس هذي المن بال هذه بالجول انا ايش قلت اريدها بالكيلو جول اذا الناتج لازم اقسمه على الف هذه سهل حتى لو حتى لو لازم يتعلم الطالب اكثر الاحيان اذا خاله احتراق لا هنا نتيجه احتراق مول واحد من الحامض ما قايل العفو اي من الحامض اذا ما قايل لك تقدر تتوقف واذا قايل لك تقسمه سهله خلينا نقسم لي اخاف اكثر ال الاحيان بيش يطلبه زين بالكيلو جول هو طالبه بالجول مقي بالجول حتى لو هاي الصفر هاي الاربعه كيلو جول المن إذا قسمت ما طبعا أكيد لكنه إذا بقيته بالجول مثل ما هو راي بقي بالجول بالجول بقيته بالكيلو جول يكون أفضل. زين. إذا هنا أخذنا سؤال آخر وين عندي في مسعر. زين. آه عندي طلبتي أريد أعيد لكم سؤال 16. سؤال 16 أنا حليته في في يعني حلقة سابقة آه لكن حل حليته على الحرارة. هسا اليوم اللي حنحله حنحله على المسعر نشوف شنو فرق المعطيات هنا نجي خلينا نمسح اللوحه انا حليتها بدار السابق بس ايش مكتوب هنا مكتوب هنا مسعر زين اقدر احله في موضوع سابق واقدر احله ويا من احله ويا المسعر عادي زين هذا سؤال 16 صح انا حليته بدرس سابق لكنه هو يفضل ان يحلوي المسعر ليش لان باعه عند حدوث تفاعل كيميائي وين في مسعر سعه الحراريه مال المسعر ما اياها هسي تبع بيش بالكيلو جول 2.4 كيلو جول على سلسي فتغيرت حراره محتويات المسعر بمقدار دلتا تي 0.12 ش عندي سيلزي؟ شو يريد هنا؟ احسب التغير في الانثالبي هذه اقدر اطلع منها كيو تحت ضغط ثابت زين انا اعرف إنه كيو تحت ضغط ثابت هي نفسها منو؟ دلتا اتش الانثالبي وتساوي سي بمن؟ بدلتا تي بهذا الشكل ما عندي مذاكر ما طول ما ذاكر مي ماكو داعي بعد اروح على المي وعدد المولات هنا المعطيات كلش اختلفت المعطيات اصبحت سي في دلتاتي تي نجي الان راح اقول لك اذا ايش عندي بوينت اربعة في او بوينت واحد اثنين شوف الناتج اللي هو كاتب لنا ثمانية ثمانية لكن بالبوينت ليش لان بعدنا بال طبعا هذا بالكيلو جول، هاي منو؟ كيوبي، لكن انا ايش قلت؟ مو قلنا منبعثه ومو قلنا احتراق ومو قلنا، هنا وينها؟ وينها هنا؟ انتبه علي هنا، هنا ما عندك منبعثه لكن عندك كلمه ترتفع. من اللي ترتفع حراره الإناء؟ يعني شنو قام يبعث حراره، إذا التفاعل ايش بيه؟ باعت للحراره، إذا ارجع لازم شو اخلي له؟ اخلي له الإشاره السالبه، زين، نروح معطيات السؤال اللي للمتطلبات يريده بالجول هياته يريده بالجول زين انا شلون بالجول لازم احوله اضربه بالف اذا دلتا اتش ار نوت حتساوي لنا او بوينت اثنين. ثمانية ثمانية في الف وتساوي لنا اثنين ثمانية, ثمانية, ثمانية سالب اذا هذه بالك... بالجول سوري هاي بيش ب بي. هذا بالبيجول هنا مثل ما هو منطيني الناتج اذا هنا هذه هي كميه الحراره التي ارتفعت نتيجه حدوث تفاعل كيميائي وين داخل المسعر فاذا لاحظنا هنا ايضا عندي لاحظ ايضا من الاسئله بس خلي نقلب الصفحه هنا آه موجود لحظه اذا لا هناك هسه آه هذا سؤال الثامن انتبه عليه طالبنا حتى اختم الدرس هنطيك آه فد يعني ملخص بسيط علما للدرس آه صف المسعر الحراري راح تجي وعاء معزول بداخله وعاء داخلي محتوي على المواد التفاعل يكون مغلق لانه يسمح بالتبادل بالحراره ويا من الوعاء الخارجي بمي فاذا الحراره تتسرب للماء وبالتالي طبعا اذا كانت منبعثه مثل اسئله الكتاب اكثرها كانت اسئله منبعثه يقول هنا شوف هنا هو قايل لك قياس الحراره المنبعثه او الممتصه يعني هذه استخدامه طبعا انا ما يصير اقول والله هي الاسئله كلها سالب فاذا هو كله باعث لا انتبه عزيزي الطالب هذه فتشي مهم انه ممكن اقيس بي المنبعثه واقيس بنو بي الممتصه يعني اذا اكو اسئله ممكن اخرى ممكن اجيب التفاعل ماس للحراره زين وين لازم لازم مثل ما قلنا تحت ضغط ثابت حتى اقيس الانثالبي ودائما اريدها لمول واحد فاذا وضعت كميه معينه فاذا عندي كميه معينه في داخل الوعاء بنطيني اياها بالجرامات احولها للمولات وبالتالي استخرج لمول واحد واذا اردها لمولين او اكثر عندي ايضا اذا طلبتنا الاعزاء ارجو ان يكون موضوع المسعر كان وافي ويانا ونتواصل وياكم ان شاء الله بالفصل الاول في حلقه جديده فتابعونا